يلا شدينا السمكه الطونه العنيده. هاف اللي قدامنا كيعني بانه في الجزء اللي فات قلنا الوداع لكيب تاون بعد ما درنا كاع لي بريباراسيون داكشي اللي خصنا الماكله كلشي وسلمنا على الاصدقاء وقلنا لهم سلامه. ودابا غنخليكم مع هذا الجزء وشوفوا شنو غادي يطرى في الاخر. فوالا يلا شدينا الرحله دابا غادي نقولوا الوداع. في هاد الفيديوهات الصراحه ما درتش اتونسيون ولقيت بانه الفيديوهات كاملين فيهم الريح لانه في الباطو وما سمعوش مزيان كي كيتسمع بحال هكا، ولكن كنت كنقول غير بانه ودعنا كيب تاون وهذا هو جبل الطاوله اللي ورايا ودابا غنشدوا الرحال وغنمشيو نطلعوا لناميبيا. دابا ريجينا هي اللي عندها هي اللي عندها الوقيته باش تراقب، وبحال هذاك هو برج المراقبه كنراقب تقريبا كل 3 السوايع كنتبدل، يعني 4 السوايع في الصباح وبالليل 3 السوايع لانه راك عارف بلا ما يبقاش يقدر يبقى مفوكيس اكثر من ذاك الوقت. سو خصك تبقى مراقبه واش كاين شي باطو واش كاين شي حاجه واش الشارع هو هذاك، فهمتي؟ اذا كان شي حاجه كتفيق الكابتن تقول لي فايقه سي محمد فايقه شافيق. رايح يجينا؟ يس صباح الخير. يلا هذا النهار الثاني او الثالث نقدر نقول الثالث. هذه تقريبا 3 ايام وحنا في البحر، واليوم وافقت مع الشروق ديال الشمس مع 6 الصباح لانه كان عندي الواتش ديالي وفقت وكان الدنيا كامله 360 درجه كامله بحر ما كايناش اليابسه بتاتا، وكانت هذه لاول مره غنعيش التجربه هذه. مي ديما كيكون كمشي حدا اليابسه جميل الصراحه. يلا فقت انا دابا فقت الشيفت ديالي عندي مع 6 الصباح شادين الطريق الريح 15. السحاب اللي قدامنا كيعني بانه جاي واحد الشتيوه خفيفه شويه ديال الريح. هنا فاش كنشوفوا هذا النوع من الغيوم اللي كيكون اقل ارتفاعا مقارنه مع الغيوم الاخرى اللي كنسموها ستراتوس كلاودز او لا بالعربيه غيوم طبقيه، فهذا عاده او غالبا ما كتمين انه كتعني بانه غطيح الشتاء، ماشي في جميع الاحيان ولكن غالبا. من بعد ما سالت النوبه ديالو كانت جات لقيته هو ينعس وانا ندوز للمراقبه. Look at this monkey. Hi bro. هاد اللقطه كتبان سهله وعاديه، ولكن فاش كتكون تما كتبان شي حاجه صعيبه، واللي عنده فوبيا المرتفعات بحالي انا صعيب يطلع. طلعت مره واحده وما باقيش نعاود عاوتاني، وخصوصا فاش كتكون في البحر والباطو كيتزعزع. Really? Bring it. هنا شدينا شي حوته كبيره ولذلك كان خصنا ضروري ما نوقفوا الباطو نهبطوا الاشرعه وكذا باش ما يزيدش الباطو القدام سينو غيتقطع لنا السبيب، وبقينا مطايفين مع داك الحوته ونشوفوا شنو غادي يطرى. هنا نورمالمون كان خص يكون عندنا واحد بحال الخنجر واحد الحديده باش تقدر تهز الحوته، ولكن ما كانتش عندنا وكان خصني نهز داك الحوته غير من السبيب. في الاخير اكتشفنا بان سمكه الطونه ومع بما انها عنيده فكانت مطايفه معنا وكانت ثقيله الصراحه، كانت تقريبا فيها 12 كيلو او 13 او اكثر ما حسبناش، ولكن غالبا هذا هو الوزن ديالها، وكانت صراحه من احسن داكشي اللي شدينا في هذا الفيديو. يلا شدينا السمكه الطونه العنيده. دابا دايرين حتى تما باش يحيد داك التم. صافي نقينا هنايا كان الدم كامل الجاب شي دم. صافي عاد نقينا دابا داكشي مزيان. بما انه شدينا داك الحوته فانه كلشي كان فرحان وبدينا كنشطحو كاملين.
طيرنا هاد السبينيكل هادي دايره بحال شي كات سيرف. شو هذاك التصاوبه باليد هادي جبنا هاد الحبال هادو هما كينحبل من هنا حبل من ليه وعلقناها في السقف الفوق و صافي قدينا دابا هادي دايره بحال شي كايت على كل انه الريح زي دابا دارنا من اللور كيدفعنا من اللور درنا ليه هذيك هذيك الشراع حنا نورمالمون الشراع الاصلي ديال الباطو هو هذا هو هذا هذا المين وهذاك الهذا هذا هو الزرق هذا الطويل بحال هكا داير هكا هذاك ديال الهيد سيغ كيسميوه وهذه السبينيكل هذه بوحدها هذه كتكون كتخبى على الداخل شراع كيكون محطوط عندك كتجي كتصاوبو فاش كيكون الريح من اللور فقط. إذن هنا سال هذا الجزء هذا غادي نقول لكم بسلامة وغنخليكم مع الجزء الجاي اللي غادي نوريكم فيه واحد العاصفة اللي ناطت علينا بالليل. إذا كملت الفيديو حتى الأخير كتب لي في لي كومونتير شنو غادي يكون في الجزء الجاي باش نعرفك واش متبع ولا لا.